أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع العراق. مدرسة في الزبير في البصرة يتجاوز عمرها 100 عام تم هدمها من قبل مستثمر لتحويلها إلى مركز تجاري، رغم أن هناك قرارا يمنع هدمها وتحويلها إلى مركز تجاري، إلا أنه كما يبدو تم ضرب هذه الأوامر عرض الحائط، وأصر المستثمر على تنفيذ ما يريده. طبعا أهالي الزبير اعترضوا وقالوا لسنا ضد التطور أو الحداثة، ولكن يفترض إقامة صرح تعليمي جديد أو مؤسسات تعليمية في هذا المكان في الوقت الذي تعاني منه المدارس من الدوام الثلاثي واكتظاظ الصفوف بالطلبة داخل الصفوف، بدلا من الإصرار على إقامة مركز تجاري وسط صمت غريب من تربية البصرة والزبير والقائم مقام ومحافظ البصرة الذي لم نسمع أي شيء تجاه من أصر على عدم تنفيذ أوامره. دعونا نتابع هذا الاستنكار من قبل أهالي الزبير في محافظة البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بيان محتجون شباب الزبير. من واجبنا وحرصنا على المدينة وبسبب قلة المدارس الصالحة للتدريس الذي سبب دواما ثلاثي في المدرسة الواحدة، لهذا ندين ونستنكر بيع المنشآت الحكومية المتمثلة بالمدارس والحدائق أيضا وأماكن الغفرة وأحالتها إلى الاستثمار لأنها أملاك الشعب. بالأمس حديقة واليوم مدرسة، وغدا الله العالم قد يكون شارعا عام. لهذا نوجه رسالتنا إلى المعنيين وإلى الحكومة المتمثلة بالكاظمي أن يتدخل بشكل مباشر وإيقاف بيع ممتلكات الشعب، كما ونطالب الإسراع بإكمال المدارس المتلكية البالغ عددها 14 مدرسة كمثال إعدادية الحسن البصري وكرم الرحمن، علما نحن مع الاستثمار وتطوير المدينة لكن بطرق استراتيجية صحيحة ولا تضر بالصالح العام، علما إن المتضرر الوحيد هو الفقير مما يجري والتخبط بالقرارات. اليوم وقفة وغدا تظاهر وبعدها اعتصام إذا تم التجاهل من قبل الحكومة. أما عن ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي فلنتابع بعضا منها. همام علق: لقد طمسوا كل معالم الزبير الثقافية بأطماعهم وجشاعهم، في الأمس حولوا حديقة الزبير وأرصفته إلى مول، واليوم سيهدمون أقدم مدرسة في المدينة. أدعو إخواني من التربويين بالوقوف ضد هذه الهجمة الممنهجة ضد تراث المدينة وإرثها الحضاري. أبو شاكر البصر قال: مع الأسف أصبح كل همهم الفلوس وتجارة على حساب التعليم. أحمد الحمودي البصري قال: مع الأسف حتى التراث والتاريخ قضوا عليه وعقلية القطيع هي السائدة. عمار قال: عمي كومشينات وعقود ولاندوغروزات وقطع أراضي، يا مدرسة يا بطيخ انتظروا الدخلة القوية بعدنا ما شايفين شيء. بالحديث عن محافظة البصرة وما يجري فيها وبالعراق عامة من فساد مالي وإداري وسرقة وتلكؤ في إنجاز المشاريع الخدمية، مستشفى قضاء شط العرب منذ 9 سنوات لم ينجز منه سوى الجدار الخارجي، ولهذا تظاهر أبناء القضاء للمطالبة بإعادة العمل به وإكماله، خصوصا مع الاحتياج الكبير للمنشآت الصحية في هذا الوقت الحساس في زمن فيروس كورونا. فنتابع جانبا من هذه التظاهرات. المستشفيات ومراكز الشرطة للبنى والمدارس. وعن هذا الموضوع علق العراقيون على موقع فيسبوك، ومنهم من قال:
أحمد قال من أكبر أقضية البصرة ما بيها مستشفى ولا مركز ولا مركز صحي بخير. العراقي قال آلاف المشاريع مثل مستشفى شط العرب لغفوا ما مرصود إلى من مبالغ في جيوب الحرامية والسراق، الله ينتقم منهم عاجلا أو آجلا. أحمد الكعبي علق راحت الفلوس انباقت وهسه يحيلون المشروع لشركة ثانية يخصصوا لها فلوس وهم ينباقن. كينج إبراهيم قال حتى مستشفى الصيني في أبو الخصيب صار له 10 سنوات ما كمل. في قضاء علي الشرقي شمالي محافظة ميسان تظاهر الأهالي وقطعوا الطرق ونصبوا الخيام احتجاجا على تردي الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث طلب أهالي القضاء بحل مشكلة الكهرباء التي تعاني منها أغلب محافظات ومدن العراق والتي باتت مستعصية على الحكومة رغم إهدار مليارات الدولارات على هذا القطاع دون نتيجة. فنتابع جانبا من تظاهرات علي الشرقي في محافظة ميسان. أما تعليقات حول موضوع الكهرباء فاخترنا بعضا من تعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. أبو مرتضى العقابي قال الناس تريد حقها والحكومة نايمين، الله لا يوفقهم. حمود اللامي مهلة يومين وهم نرجع إذا ما صارت الكهرباء زينة. علاء زاير قال الله ينتقم من كل ظالم وسارق وفاسد. عمار قال الناس تعبت ملت لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اقتحم إيرانيون معبر باشماخ الحدودي مع محافظة السليمانية ودخلوا الأراضي العراقية عنوة دون خضوعهم للفحص أو أي إجراءات رغم المخاطر المترتبة على الموقف الوبائي لكورونا في العراق. أين السيادة؟ أين حرس الحدود عن كل هذه الانتهاكات؟ فلنتابع لحظة اقتحام الإيرانيين للمعبر الحدودي مع العراق. دلوشاني شيم حموهات لإيران تقيشان كير بسري أنا والله هرنا وسن جهز أنا فربن زیادتر لذت ها زن فر بن همون درویشی که از نزدی نیوی برینار تقریبا کلی کردم. پنج هزار نفر بن. با پیتاس لمانی. اما تعليقات العراقيين فكانت كثيرة حول هذا الموضوع ومنها اخترنا ما يلي. محمد إبراهيم هم يدخلوهم من الحدود ويقولون ما نقدر عليهم، لعد انتظروا الإصابات بالكورونا راح تصير بالسليمانية بالألاف والله مهزلة.
إبراهيم راوي قال هو هذا المنفذ معروف عنا قديما أنه منفذ للسلب والنهب، وهو منفذ تم فيه بيع الأراضي العراقية مرارا وتكرارا. حمد حمود العقيدي قال عمليا لا توجد دولة اسمها العراق، وهذه نتيجة جدا طبيعية وبسيطة. عمار قال بلد العجائب لا يسمح بدخول العراقيين إلى الإقليم بسبب وباء كورونا، والإيرانيين يدخلون بدون فحص. نعم، إلى فقرة أنت ترى. مقطع مصور ورد عبر خدمة أنت ترى لشجار بين أصحاب المحلات والقوات الحكومية في سوق ناحية النصر والسلام التابعة لقضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد، وذلك بعد أن دخلت عجلات القوات الحكومية مسرعة داخل السوق وتسببت بدهس بضاعة أصحاب المحلات والبسطيات ودهس طفل كادت أن تودي بحياته. دعونا نتابع هذا المقطع. أهلا بكم من جديد، وإلى فقرة البريد الوارد، حيث وردت رسالة عبر البريد الوارد بقناة الرافدين، جاء فيها إلى كافة الإعلاميين في محافظة الأنبار: يجب أن تكون هناك حملة نطالب فيها خلية الأزمة بأن تتخذ قرارا بشأن أصحاب العقارات لتخفيض أسعار الإيجارات، كون السوق والمحافظة لم تفتح بسبب وباء كورونا وحظر التجوال، ويكون الإيجار بنصف القيمة، ويكون ذلك بقرار رسمي ويتم تطبيقه والإشراف عليه من قبل الجهات المختصة. نعم، والآن إلى فقرة هاشتاج. أطلق ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي واسم ليش، الذي سرعان ما تصدر الترند في العراق، ويحمل الوسم تساؤلات كثيرة. ليش بالعراق؟ يعني لماذا؟ كثيرة عن أمور كثيرة تمر بالعراق، كسلاح الميليشيات وتلكؤ الإعمار وعدم إعادة النازحين والتكتم على مصير المغيبين وغيرها من الأمور التي أرهقت العراقيين. فنتابع بعضا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم. علي المقدام قال: ليش سلاح الميليشيات أقوى من القانون؟ ليش السفاحين والقتلة أحرار يسرحون ويمرحون؟ ليش لحد اللحظة ما رجعوا المفقودين لأهلهم؟ ليش لحد اللحظة النازحين بخيمهم؟ ليش أصحاب الرأي يتهجرون ويهددون؟ ليش نتائج اللجان التحقيقية بجرف الصخر والصقلاوية والموصل وقتلت المتظاهرين والنجف لم تكشف؟ ليش؟ كوثر غررت: ليش الخريج ما عنده شغل؟ ليش السلاح المنفلت يقتلنا يوميا؟ ليش المنافذ الحدودية بيد العصابات؟ ليش الموصل بعدها ما تعمرت؟ انطونا ليش من يومكم.
علي غرد، ليش المعتقلين الأبرياء بالسجون؟ ليش المغيبين ما معروف مصيرهم؟ ليش مدن كاملة ما راجع أهلها إلها؟ ليش اغتيالات للمنطق؟ العراق بلدنا ونحبه ونريده يكون أحسن البلدان، مرجعيتنا الدولة والقانون كما قال. مروان الجبوري قال، ليش ملايين النازحين ممنوعين من العودة لبيوتهم؟ الدولة ليش عاجزة عن إعادتهم؟ غير نفتهم من اللي يمثل الدولة ومن الدولة بالعراق. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع مصور يوضح توزيع المياه على الناس في منطقة تعز باليمن. هذه الحملة قام بها شبان سعوديون وأهدوا ثواب أجرها إلى شهداء ثورة تشرين في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يصلنا هذا الوايد الثالث في يومنا هذا الاثنين 15 ذي القعدة 441 لهذه المنطقة التعزية الجنوبية، مدينة التعزية قرية المنزل. هذا الوايد الثالث إلى كل من التفت روحه الطاهرة في كوكبة الشهداء وهو يطالب بحقوقه المسلوبة بساحات العز والكرامة بساحات الاعتصام بعراق المجد. يهدي أهل السعودية ثوابه لهم، نسأل الله أن يتقبله لهم. ونقول يا أخواننا أهل العراق، نحن معكم قلبا وقالبا، كتب الله أجركم شكر الله سعيكم. نسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم، وسقاكم الله من حوض نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاكم الله الرزق والصحة والمال بإذن الله سبحانه وتعالى. مقاطعه حظيت باهتمامنا على منصات التواصل الاجتماعي، مستغلا صوته الشجي الممرض العراقي الذي يتنقل في أرجاء المستشفى ويغني لمرضى كورونا للتخفيف عنهم وكوسيلة لرفع معنوياتهم، خاصة مع انحدار مستوى الخدمات الصحية في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. تعلمنا الصبر منك يا يما، الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه، يا اغلى واعز مخلوق عندي، يا ما يا عيوني امي سلامة وخير امي، يا ما يا عيوني امي سلامة وخير امي. تعرف تحمل هموم، تعرف تحمل كورونا، بس لا 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 ما تعرف المنة يا أمي. قل لي وش شفيت مني أذية.
تحية للجيش الأبيض وللكوادر الطبية في العراق وفي كل مكان على ما يبذلونه من جهد في زمن كورونا. أطلقت منظمة الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيضاء حملة لتسليط الضوء على المعتقلين والمغيبين في سجون نظام الأسد في سوريا. دعونا نتابع التقرير التالي الذي أعده موقع على العربي حول هذه الحملة التي أطلقتها منظمة الخوذ البيضاء. المعتقلين هو ليس ملف تفاوضي، نعلن تضامننا مع كل المعتقلين وكل المختفين قسريا. لازم نلاقي طرق حتى نساعد اهاليهم ونكون معاهم لانه هن ليسوا رهائن. الرطبة والعفنة خلف القضبان هناك أرواح تحلم بالحرية والحياة، لنكن صوتهم من أجل حريتهم. بهذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.